الوقايه من انه انا يحصل عندي اصلا جريده الكتروني، وبالتالي هي عباره عن سكن. اذا بدنا نحكي عن رحله التحول الرقمي بنبلش من الرقمنه، رقمنه الهندسه ومشاركة هاي البيانات مع الأطراف ذات العلاقة لبناء خدمات كاملة. الحكومة الليبية أو الحكومة بشكل عام بهمها تكون البيانات الحكومية متصلة، وكان أماكن مراكز بيانات ضمن معايير عالمية معينة. عادة هلا الحرب القادمة هي حرب بيانات، حرب توجيه، ونركز على البداية إنه خلق بيئة متكاملة من البيانات، يعني استخدمت بيانات التواصل الاجتماعي مثلا في تأثير على نتائج الانتخابات. نحن اليوم قاعدين في مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السبراني، أنا مشارك في ورقة بحثية تحت عنوان استراتيجية أو أسلوب الشرطة المجتمعية، استراتيجية فعالة للوقاية من الابتزاز الإلكتروني. طبعا نحن عندنا مجرد حالات ارتقت إلى مستوى ظاهرة ولم تصبح لم تقف على مستوى الحالات. عندنا ظاهرة الابتزاز، للأسف لدينا أجهزة ذكية في أيادي غبية يستغلها الرجال ضد الفتيات. كلمة سر صار أكثر من آلية، يعني صار شروط صعبة لكلمة سر وبسموها الدبل. بقولوا فما مسؤولية مشتركة، نحكيوا على أصحاب مصالح الحكومة داخلة اللي تفضل نزاعات إلى جهة، وكان في محل الابروتش وإلى هذا النمط العمل. هذا الهدف من ورشة العمل هو إحداث نوع من الوعي، وأيضا تقديم مشروع مجلس الأمن القومي برؤية الخاصة في استحداث وإعداد كفاءات خاصة من ناحية الأمنية للقطاعات المتخصصة بهذا الجانب من ناحية تكنولوجية وأيضا من ناحية فنية. التوصية الأساسية التي طرحها معالي مستشار الأمن القومي اليوم في كلمته في المؤتمر هو استحداث مركز عربي للأمن السبراني، ولقى قبول مهم جدا 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 من العديد من الخبراء وأثنوا على هذه الفكرة الرائعة، وبإذن الله تعالى برعاية معالي المستشار وهمته إن شاء الله العظيمة سوف تخرج إلى الواقع في الآن القريب.